أصيب 6 فلسطينيين واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت محافظة جنين ومخيمها واستهدافها لقوات الاحتلال بالرصاص وإسقاط مسيرة تابعة لجيش الاحتلال. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاقتحام نفذ بمشاركة أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، حيث عملت على اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال عدد المعتقلين غير مؤكد. من جهته قال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات التي رصدت في جنين لم تصل لمستوى الخطورة. وقفت هناك ومن هنا لتحت هي عند العمارات هون شكلهم بدهم ينزلوا قناص يا شباب. وقع عدة إصابات. تم التعامل مع إصابة كانت في الفخذ من قبل طوافنا، وكان هناك 4 إلى 5 إصابات معظمها بين متوسطة وطفيفة. تم نقلها على الأغلب في سيارات مدنية كانت قريبة من المكان وبعض الإسعافات الخاصة. ولكن بخصوص موضوع وضع الحالات أو الإصابات لم نبلغ عن حالات خطرة جدا، إلا أن هناك كانت ما بين متوسطة إلى طفيفة معظم الحالات، وفي الأطراف السفلية كانت معظم الإصابات. أرحب مباشرة من القدس بمراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. إذا تصعيد آخر اليوم نتحدث عنه من الجانب الإسرائيلي باتجاه جنين، أيضا التركيز على جنين، وأريد أن نتحدث عن الأوضاع على الجانب الإسرائيلي ليالي. هل هناك اجتماعات أمنية؟ هل هناك أي تحركات تشي لربما بتصاعد وتصاعد التوتر وتصاعد العمليات العسكرية باتجاه مناطق في الضفة الغربية بشكل أكبر؟ نعم عبد الله، أهلا بك. نتحدث فعليا عن صمت من الحكومة في هذه الأيام، ربما بسبب التوترات داخل السجون أو في الداخل الفلسطيني أو مع اقتراب الأعياد العبرية في واقتحامات المسجد الأقصى، ولكن القرار بتنفيذ عمليات عسكرية صغيرة في شمال الضفة كان قد اتخذ منذ أيام، وبالتالي بالفعل بدأت هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ. وبالتالي اليوم وبعد شهرين من العملية العسكرية الكبيرة على مخيم جنين، عاد اليوم الجيش لتنفيذ عملية جديدة كان هدفها اعتقال قادة من حماس، هكذا ورد عبر الإعلام العبري. في البيان الذي صدر عن الشرطة الإسرائيلية مشتركة مع أجهزة الأمن الشباك وحرس الحدود، الذين أكدوا اعتقال 3 فلسطينيين، أحدهم قائد من حركة حماس، وهناك إصابات بين صفوف 3 معتقلين. وحسب ما ادعى هذا البيان وأيضا عبر إذاعة الجيش، كان هناك تصريح بأن هؤلاء المعتقلين كانوا قد نفذوا في الآونة الأخيرة عمليات إطلاق النار وصواريخ نحو مستوطنات في الضفة، وبالتالي هذه العملية لن تكون الأخيرة حسب ما ذكرت إذاعة الجيش، وأنها استكملت أهدافها باعتقال 3 فلسطينيين، بالإضافة لوحسب وزارة الصحة الفلسطينية كان هناك أيضا عدد من الإصابات، نقل 4 منها إلى المستشفى. ولكن نحن نعود إلى القرارات التي كانت مؤخرا للحكومة الإسرائيلية، التي أيضا بالإضافة لتنفيذ عمليات عسكرية صغيرة شمال الضفة، كان هناك حديث عن اغتيالات ربما تكون في الفترة القريبة المقبلة، ورفعت حالة التأهب إلى القصوى في مدينة القدس مع اقتراب الأعياد العبرية، ويعني جماعات الهيكل المزعوم تحذر أو تدعو لاقتحامات واسعة كما في كل عام في موسم الأعياد السنوية. وبالتالي التزام الحكومة بالصمت في هذا الوقت، على ما يبدو أن هناك ينتظرون جلسة الكابينت القريبة التي من خلالها سيناقشون عدة مواضيع، على رأسها كيف ستكون الأوضاع في شمال الضفة في الفترة المقبلة، بالإضافة ليعني الإضراب الذي أعلنت عنه الحركة الأسيرة بما يتعلق بالسجون. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية في موقف لا تحسد عليه، إن كان داخليا
تحديدا خارجيا تحديدا هنا ليالي عندما نتحدث عن موقف الحكومه الاسرائيليه حكومه نتنياهو مع كل ما تمر به في من ظروف نتحدث بانها سواء كانت بتفريغ على الجانب الفلسطيني او حتى مواجهه اللاجئين الاريتريين وحتى الاجراءات الاخيره باتجاه الاسرى في السجون التي احدثت انشقاق او اختلاف في الراي ما بين نتنياهو وإيتمار بن غفير، نتحدث عن موقف الحكومه ما بين التأييد والمعارضه لهذه التصرفات وهذه القرارات التي يتم اتخاذها من حكومه نتنياهو، الموقف على الشق السياسي كيف ينظر السياسيون والمراقبون ايضا الى هذه التصرفات من قبل حكومه نتنياهو؟ هل هناك تنبؤات بمستقبل قريب فيما يتعلق بهذه الحكومه مع المواقف الخارجيه ايضا؟ نعم، حسب مراقبون ومحللون عبد الله يتوقعون ان الحكومه اصبحت لا تستطيع الرجوع الى الخلف وهي فقط تمضي الى الامام بعد كل هذه القرارات غير المسؤوله التي كانت في الاونه الاخيره، وابرزها ما يعني قام بن غفير بالتصريح حوله ان كان ما يتعلق بالاسرى او بالداخل الفلسطيني او بالاقتحامات في القدس او حتى في شمال الضفه، وبالتالي حتى مسيرات او احتجاجات الغضب التي كانت من قبل الاسرائيليين انتقدت تصريحات وقرارات بن غفير الاخيره، وبالتالي هناك خلاف كبير داخل أروقة الحكومة الائتلافية شاهدناها مؤخرا ما بين نتنياهو ووزير الأمن بن غفير، الذي من جهة قام بنيامين نتنياهو بإصدار بيان يكذب القرارات التي صدرت بما يتعلق بالأسرى، والمقابل بن غفير يصر على تمرير قراراته وسط تحذير من المنظومة الأمنية بأن ما يجري الآن ربما يقود البلاد إلى طريق مسدودة لا عودة منها، وبالتالي بدأت أيضا التحذيرات من الإضراب المقبل ما يتعلق بالأسرى الذي سيكون الخميس المقبل. قبل قليل كان هناك توترات في سجن ريمون الذي أيضا تم عزل أسرى قبل قليل من هذا السجن من أقسام عدة، وبالتالي بدأت التوترات تتضح في صفوف الأسرى وفي السجون الإسرائيلية وسط تحذير من مصلحة السجون بأن ما يريد بن غفير تنفيذه بما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين هو ربما يقود المنطقة وحتى داخل السجون إلى أوضاع صعبة جدا، والتحذير بأنه لا يجب اتخاذ قرارات دون العودة لطاولة المفاوضات و أن يكون هناك رأي لمصلحة السجون، وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن في الداخل الفلسطيني ومع ارتفاع نسبة الجريمة غدا سيكون إضراب شامل، إضراب آخر في جبل المكبر إحدى أحياء مدينة القدس رفضا لسياسة بلدية الاحتلال، ونحن نقترب من الأعياد العبرية التي ربما تؤزم الوضع، وبالتالي حالة الاستنفار القصوى في مدينة القدس أعلنت منذ أيام استعدادا لأي مواجهة قد تأتي، وبالتالي الحكومة على ما يبدو أنها أصبحت فقط تسير إلى الأمام ولا تستطيع العودة إلى الخلف. شكرا على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة مراسلة المملكة من القدس، كنت معنا ليالي عيد، شكرا لك.